اهلا بكم من جديد. في اللحظه اللي بنتكلم فيها جرى اخلاء ساحه الجمهوريه في العاصمه الفرنسيه بعد سماع دوي اطلاق رصاص. حصل ذعر بين المواطنين ولكن جرى اخلاء الساحه بالقرب من العمليات التي جرت ليله اول امس بالقرب من مسرح بتكلان. يعني الواضح طبعا ان المساله يعني في رد فعل حاد من كافه الاطراف. بعد الخبر ده خلوني ارحب بضيفتي المميزه جدا السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ميرسي. بمناسبه الارهاب، مش في رعب ان يجري استقطاب شبابنا بره في سهوله؟ سواء كان زمان بيجري استقطابهم من قبل اجهزه مخابرات يتجسسوا على بلادهم عندما كانت هناك ازمات سياسيه بين مصر ودول زي اسرائيل على سبيل المثال، او بين مصر والولايات المتحده الامريكيه في الستينات جمال عبد الناصر، اما الان فعندنا تنظيمات ارهابيه جاهزه انها تاخدهم. نعمل ايه يا سياده الوزيره؟ الوضع في فرنسا مؤسف جدا وبينبه بخطوره هذا الارهاب. نعم. الارهاب زي ما حضرتك عارف ليس له وطن. نعم. انما له فكر، والفكر دوت متشدد ومتطرف، متهيألي انه حان الوقت ان احنا نبتدي نفكر كيفيه التعامل فيه معاه. انا كوزيره للهجره والمصريين في الخارج، رعايه المصريين في الخارج مش بس رعايتهم في تلبيه احتياجاتهم وفي التواصل معاهم، ولكن رعايتهم في حمايتهم من هذا الفكر المتشدد المتطرف. وبالتالي كنت كلمت مع وزير الثقافه ووزير الشباب ان احنا لازم نعمل حاجه. زي ما حضرتك ذكرت، استقطاب الشباب في الخارج سهل جدا، بعيد عن الوطن، ممكن جدا ان حضرتك تاثر على تفكيره، ممكن تنقله الاحداث اللي في مصر غير صحيحه، وبالتالي بطريقه خاطئه، في لبس في كتير من التفسير، فسهل جدا ان هو يصدق كل الاخبار اللي بتجيله. وزارة الهجرة كرعاية للمصريين في الخارج وحمايتهم هتوقع بروتوكول مع وزارة الثقافة علشان نبتدي ان احنا ننشر الاسلام الوسطي. مهم جدا ان احنا نبتدي نخاطب الشباب دول ونبتدي ان احنا يعني نوعيهم بالمخاطر اللي ممكن. هنروح لهم بره يعني؟ هنروح لهم بره. لانه هنروح لهم بره مش بس كده، هنروح لهم بايقونات من النماذج المصريه المشرفه اللي يعني ممكن يثقوا فيها. ممكن يثقوا فيها. انما طبعا زي ما حضرتك عارف احنا هنروح بره ونرجع. لازم في استمراريه. صحيح. وفولو اب على هؤلاء الشباب. فاحنا في زيارتنا للخارج والالتقاء بهؤلاء الشباب او يعني هذه الشريحه اللي تم استقطابها او بيحاولوا ان هم يستقطبوها، لازم نلاقي نماذج في الخارج قاعدة زي أساتذة جامعة، زي ناس ممكن إن إحنا نثق فيهم بصفة إن إحنا نديهم الراية يكملوا المشوار بتاعنا. هل ممكن نعمل ما يمكن وصفه؟ يعني في تجمعات للمصريين برة، ولكنها غالبا بتدور حول صراعات. يعني تلاقي في ألمانيا اتنين بيتصارعوا من هو الممثل المصريين، في بريطانيا نفس الشيء، يمكن في دول كتيرة جدا بنتخانق مين الرئيس، مين الزعيم، مين الإمام، مين الشيخ، مين القائد، مين الليدر، وبنسى غالبا التيارات العامة أو الناس اللي هم أصحاب مصلحة هي في وجود مثل هذه التنظيمات. هل تعتقد أن احنا في حاجة لإنشاء مثلا نوادي للمصريين بشكل مكثف في بعض الدول، على الأقل الدول العربية؟ من ساعة ما توليت منصبي وأنا شايفة كمية الاتحادات والنوادي والتجمعات يعني بصورة كبيرة جدا. بس قبل لما أبدأ في موضوع الاتحادات، أنا عايزة بس أقتبس مقولة السيد الرئيس، دايما كان بيقول أنا واحد منكم. فواحد منكم دي فيها تواضع وفيها إنكار للذات، عشان في الآخر الهدف الأسمى وهو الوطن. نفسي انه هذه الاتحادات والجمعيات، وزي ما حضرتك بتقول كل من ينادي بانا رئيس الجاليه او انا الممثل او الخلافات والاتهامات التي لا تنتهي تذوب، لان احنا دلوقتي مصر محتاجه لنا. بخاطب طبعا ابناء الوطن في الخارج، مصر محتاجه لكل هذه الاتحادات والجمعيات انها تتحد. صعب جدا انها تتحد، ده عن تجربه وانا اقدر اقول لحضرتك امل انها تتحد، بس من اللي انا شايفاه في اعلاء الانا أكثر من إعلاء الوطن. فأنا الحقيقة بوجه دعوة للناس دي كلها إن هم يعني كل الخلافات والاتهامات ده، أنا عايزة أقول لحضرتك بنوصل للمعادية. يعني في ناس بتتهم ناس
بالفساد وبالخيانة وحاجات يعني ما يصحش ان في الوقت ده نبقى احنا ابناء الوطن في الخارج، يعني نركز مع وطننا. فانه نعمل نوادي او كده، انا بقول انا مش وزيرة، هي مش مؤسسات اكتر ما هي حب الوطن وإيمان بأهميته في الفترة دي. بالظبط. طيب، هل عند حضرتك دايما، يعني لا تؤاخذيني، يعني الوزارة دايما عمرها ما كانت لها ثقلها الكبير، يمكن أقدر أقول لك إن ربما ما عندكش، هل عندك معلومات دقيقة عن مثلا حجم المصريين في كل دولة تقريبا قد إيه يعني؟ ما عنديش. وقطاع الهجرة يعني سجل بعض الإحصائيات عن أعداد المواطنين، ولكن الإحصائيات دي غير دقيقة. وعندنا من وزارة الخارجية يعني المعروف أو ما يقال إن هم 8 مليون، ولكن ده طبعا على أساس تسجيل المواطنين الذين يتقدمون لي يعني إنهاء معاملتهم القنصلية في البعثات القنصلية، ولكن إذا ما كانلوش حاجة مش هيروح. وبالتالي أنا متأكدة إن إحنا أكثر من 8 مليون. اللي بيحصل دلوقتي إن أنا بعمل موقع إلكتروني للوزارة، الموقع ده كبير شوية وهيبقى فيه حاجات كتيرة جدا، منها السؤال بتاع حضرتك الأولاني بتاع التخاطب واستقطاب الشباب، لأن هيبقى فيه جزء نشر الإسلام الوسطي مش بس بالمقابلات ولكن من خلال الموقع الإلكتروني، حبث ندوات ووعظات وحاجات زي كده. الموقع الإلكتروني أول فيز فيه هيبقى حاجتين. أول حاجة إن أنا ببني قاعدة البيانات الحديثة للمواطنين، بسجل بخليهم يسجلوا بس مش الأساليب العقيمة اللي كانت موجودة في الموقع الإلكتروني الجديد. يعني أنا شفته زمان إذا ما رحتش السفارة بالظبط، والناس بتفتكر الحقيقة إنه يعني تسجيل البيانات ده عشان أنا أو الدولة تعرف الضرايب أو تقدر تتتبعهم. الموضوع مش كده خالص، الموضوع إنه أنا بكون قاعدة للمصريين في الخارج أقدر بيها إن أنا أفيد بلدي من خلالهم. عايزين نعمل مؤتمر للطاقة، أكلم الخبراء في الطاقة، عايز أكلم العلماء، هعرف هكلم مين. ده يعني من لي سبب قاعدة تحديث البيانات. لما كانت هناك دعوة لأن يساهم الناس في شهادات قناة السويس، كانت شكوى المصريين برا أن احنا ما لقيناش بنوك حتى نروح لهم، يعني ساعات كمان التقصير من جانبنا مش بس هم من جانبهم. يعني موضوع ده مظبوط، والحقيقة يعني في حديث أو في دراسة حاليا أن احنا نقدر نحل هذا الموضوع، لأن مش بس شهادات الاستثمار، مهم جدا موضوع التحويلات النقدية. فإحنا خلصنا من موضوع شهادات قناة السويس، ولكن الموضوع الأكبر التحويلات ومشاكلها، وأنه الناس دلوقتي بتلجأ لأساليب يعني ضعيفة وسلبية، يعني ما ينفعش دلوقتي، ومصر محتاجة يعني كم التحويلات النقدية. فهيبقى في حاليا بيتم دراسة هذا الموضوع عشان نخرج به لحل إن شاء الله. هو الحقيقة طبعا لاحظنا في الفترة السابقة عندما كانت هناك بعض الإجراءات المقيدة لحركة الدولار، إن لقينا أنه بيجري الاعتماد على أموال المصريين في الخارج، بأنها بيجري الشراء عبر مؤسسات موجودة في البلاد دي وبتدي سعر أكتر، و يعني كان جزء من الحرب الاقتصاديه في اعتقادي ضد مصر. يعني بالظبط بالظبط، ما كل الحاجات دي حضرتك بي الدراسه اللي احنا بنعملها، لانه ده هذه الدراسه بتعمل مع مين يا فندم؟ بتتعمل مع وزاره الماليه وطبعا محافظ البنك المركزي. كل الحاجات دي لازم ان هي يعني يتوضع لها اسس وقواعد سليمه، علشان في النهايه احنا مش عايزين حاجه نحطها وتفشل. فانما التحويلات النقديه من ضمن المواضيع الكثيره اللي بتهم المصريين في الخارج. فانا بديت بالتامينات الاجتماعيه، ودلوقتي ماشية في موضوع حل موضوع التحويلات النقدية. طبعا المواضيع دي كان بقالها كتير جدا لم يتم التعرض ليها، أو الحقيقة تم التعرض ليها ولكن عند يعني حد معين وقفت لسبب ما. كله بيأس مش كله بيأس، الجهود بتقف يعني لسبب ما. فعودة وزارة الهجرة لطرح هذه المواضيع وإيجاد حلول ليها، يعني يجب إعادة النظر كمان في التنافس بين فروع البنوك المصرية، وهي قليلة في البلاد العربية على فكرة. يعني يندر ان انت تلاقي مثلا كان زمان في الستينات والسبعينات تجدي فروع البنوك المصرية في الخليج على سبيل المثال، ويمكن كان في أوروبا. دلوقتي ما بنلاقيش تقريبا يعني. مزبوط. فبيضطروا ان هم المصريين يلجأوا الى سعر افضل من خلال شركات الصرافة او بعض شركات الاموال اللي موجودة في الاسواق. ده حتى كمان ممكن يلجأوا حضرتك لأفراد،
تمام. يعني وده أسوأ، يسلموهم هنا الفلوس طبعًا. المصري وياخدوا هناك أكثر. يعني بعتقد أنه يجب زيادة منافذ البنوك المصرية في الخارج، وأيضا أن تدخل هذه البنوك منافسة في السعر زيها زي أي سعر تاني، لأنه في النهاية الاقتصاد بيحكم السوق مش بيحكم العواطف يعني. مظبوط، أنا موافق مع حضرتك، وبالعكس هيبقى فيه إن شاء الله بندرس موضوع بروتوكولات ما بين البنوك المصرية والبنوك الأجنبية علشان نسهل هذه المواضيع. طيب نيجي لل يعني في حضرتك بتقولي في 7 مليون على الأقل يعني، والحقيقة يعني عايز أقول لك يعني كنا احنا من الناس اللي صدقنا كتير من المنظمات في أوروبا وقالوا نحن 8 مليون و7 مليون ودونا فرصة الانتخاب ودونا فرصة مش عارف ايه، وأن كلنا تواجد موجود في القوائم، ولكن لقينا أن الأرقام مؤسفة جدا يعني، يعني لا تزيد عن أحيانا بضعة مئات بيروحوا يعني. ده الحقيقة سبب كان جولتي في الخليج، لأنه أنا يعني استشعرت شوية أن المواطن في الخارج ما عندوش دراية كافية بالعملية الانتخابية خاصة البرلمانية. الرئاسية كانت سهلة لأنه ما بين مرشح وآخر، ولكن البرلمانية شوية يعني صعب علينا القوائم والدوائر والبطلان الصوت. فعلشان كده قلت وزارة الهجرة لازم يكون لها دور، وفعلا طلعت أول مرحلة في الجولة الأولى للانتخابات. بيرافقني السيد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، والجولة الثانية كان معايا السيدة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، لأنه حسينا أنه لازم يبقى فيه توعية. وفعلا لما رحنا لقينا الناس يعني متلخبطة ومش على دراية، وفي نفس الوقت ما عندهمش حتى الحماس أن هم يروحوا. حاولنا قد ما نقدر يعني، أنا عملنا الأول الكويت والأردن، والحمد لله الكويت كانت أعلى نسبة مشاركة، والجولة الثانية كانت في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. طبعا كان يعني لضيق الوقت ما كنتش أقدر أن أنا أغطي كل الدول، بس أنا يعني ركزت أكثر على دول الخليج باعتبارها أكثر الدول تمركزا للعمالة المصرية. طيب نيجي دايما المصريين اللي برا عندهم مشاكل كتيرة، اللي الإقامة بتاعته خلصت فهرب، اللي يعني زميله توفى فمش لاقين فلوس لانه يرجع جثمانه الى الوطن من جديد، وايضا وصلنا الى الحاله الشهيره بتاعت حاله دهس المواطن في الكويت، حضرتك كنت في الكويت، وقبلها الحاله الاصعب اللي كانت في عمان. يعني قبل لما أطلع الكويت الحقيقة يعني مشكورة وزيرة التضامن الاجتماعي، استضافتني في مكتبها واتكلمنا عن موضوع التأمينات، لأنه كان لازم الموضوع ده يتفتح. ايه موضوع التأمينات؟ يعني هل ما بيدفعوش تأمينات؟ لا ما فيش نظام، يعني ما فيش نظام. المواطن في الخارج على استعداد أنه يدفع مبلغ ضئيل، انما في سبيل دول اللي هم غير موظفين اللي ما بيدفعوش تأميناتهم هنا في وظائفهم، بالظبط اللي هو بيشتغل حر، العماله اللي هم ما لهمش يكون عنده تأمين، بالظبط لازم يبقى في تأمين صحي له مبدئيا. في اصابات عمل، العماله في دول الخليج بتتعرض لاصابات العمل، اللي بيقع من فوق سقاله واللي يعني حاجات كتيره جدا. وبعدين شحن الجسامين زي ما حضرتك قلت، واذا كان في مبلغ بعد الوفاه ممكن انه يتصرف للاسره. فابتدينا ان احنا نفتح هذا الملف قبل زيارتي للكويت، وابتدينا ان احنا نشتغل فيه علشان هو هياخد وقت شوية، انما كان لازم يتفتح. طب ايه الفكرة يا فندم؟ يعني ايه المفروض نعمله؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني انا لما روحت الاردن موضوع الانفجار اللي حصل والخمسة اللي توفوا واللي اصيبوا ما كانوش تحت مظلة التأمين في الأردن. بس الحقيقة لما اتكلمت مع وزير العمل الأردني مشكورا وافق ان هو يحطهم بأثر رجعي تحت مظلة التأمينات، وبالتالي اتصرفت لهم حقوقهم. دول لو كان ليهم نظام تأمينات في الخارج كان هيبقى خلاص الموضوع ماشي طبيعي، لاستحقاق ولتأمين ولشحن جثمان، كل الحاجات دي هي دي الحوادث اللي بتحصل بره، لازم تأمين المواطن في الخارج ضدها. سيادة الوزير خلينا نطلع فاصل.